إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوح وكبر أمي كتابك العربية بين يديك جزك اللباد حاشد اللباد بقول إيه أفري الصدم ملاحظة نحوية وحوية تلعو دبلو إيجيو أمال إيجيو حق النحوة ده. يعني إيه يرى ملعسيا أيام قصوة قارينا المثنى إرقى اللبادة أه أما كلمة اللبا شيء شيء المثنى مثنى وحل إلى أما اللبا وحل إلى ما دل شيء كتصة أما كلمة كتصة على ثنين اللبا لب أه أو ثنتين أما اللبا ندك أه وعكو كتصة كلمة داسي بزيادة ألف ونون هذه كلمة دي مفرد كهي لغو كرديو ألف يو نون مركي قدنت هاي كلمة دوية أو أما ياء ونون أما هذه ياء ونون لغو درو ومركي كلمة دو كرد بانت أما هاس بانت هاي محا لغو دري على مفرده مفرده سوى لبضا من لغو دري طبعا اللبو كتوس هيا الشيك استوى مفرد هذه ألف ونون لغو درو كلكو قدن يهي أما ياء ونون لغو درو مركي كرد بانت أما هاس بانت هاي لبو نقضى مركي مفرده يرفع المثنى مثنى وحا لغو قدى بلا ألف ألف بلا لغو قدى وعلى هذان اللبضاسي رجلان ولبن اثنان لبا ويسياد كده يساون وينصب وحا لغو كردا مثنها ويجر وحا لغو هوستبا بالياء وحا مركا لا يهدا شاهدت وحان اركي اما داودي رجلين لبن بان اركي اثنين لبا رجلين بالونه مركا ايا وا لغدغي وذهبت وحان تري الى رجلين بانو تري لبن بانو تري اثنين لبا او سداسي أي أيادة الله أخرى بأن الله أخرى بأن ألف نوال أخرى أدرس هذا ببرا أو الله حدو فيرسو قيبتك هذا هو النظافة النظافة نوعاني والبن نوع وقيبتك هذا مركا النظافة النوعاني وخبرك ألف أخرى اتنين سلا واحد تكدي المهندساني لبدي إنجنيروي تكدين وفاعلو وحكو قدن يهي ألف كه ويوا مثنم ثلاثة الطالباني لبدي أرضي حضرا ويمادين الطالبان هو مبتدي ألف كوكو قدية واي ومثنى أربعة لي أنقو حان لي هون للي طفلان لبا عرهورا أيان للي أما لبا إنا لو يريد لبا الموت معنا للي طفلان طفلة تنبرا إنان تهير طفلان يبان للي لبا كل كار ومبتدي حقا دمم مري دوادينا ألف كوكو قدية واي ومثنى خمسة درس واي دكتين الطالباني لبدي أرضي وحبي يعني برتين الطالبان وفاعل وحكوك دنتهي ألف كب ويوا مثنى ستة أسرعت السيارتان ويديريين لبدي بابور مقاري السيارتان وفاعل كي ألف بمركاكوك دنتهي سبعة هذان سعيدان لبداسي ولبا يعني نرول ونالسان كن نول سعيدان وخبر كي ألف بمركاكوك دنتهي ثمانية المسلمان لبدا قف يا مسلم كاهي لبدا قف يا مسلم كاها نظيفاني ولبا قف ونظيفة نظيفاني وخبر المسلمان هو مبتدي لبدا بوي قدين ألف يكو قدين واي ومثنى با قيبت يعني لبات وقيبت كرد ونيدا كانت وحي أهي أهايين المتحدثات محوها كوي ورمي أمشي كيني فريقين لبا قيبت بأهايين فريقين وخبر كي كان وي كرد ونطاي يا با لوغو كردباي فحص و خباري الطبيب والدكتوركي المريضين لبدي قفي بكي المريضين هو مفعولكي اي waxay korbantay yaada sawt wa musanni akalt waxan cunay samakateen laba xabadood oo kaluuna samakateen waa mafcuulki waxa korbantay yaada way wa musanni fahas u baari الطبيب والدكتوركو العينين لبدي indood bu baari العينين waa mafcuulki waxa korbantay yaada قابلت وحنا كل مي العميدين لبدي عميد
labadii yacni gudoomiye ee jaamacadda ayaan la kulmay. Tusaale ahaan camiidkii yacni jaamac labadii camiid al-camiideen waa mafcuulkii marka wax weeye abu ku dhabayahay maxaa yeelay waa musanne raayitu waxaan arkay as-sayaaratayn labadii baabuur as-sayaaratayn waa mafcuulkii yaabu ku kordhaban yahay maxaa yeelay waa musanne khud waxaad qaadataa dajaajatayn laba xabadood oo digaag ah dajaajatayn waa mafcuulkii wuxuu kordhaban yahay yaada waayo waa musanne uxibu waxaan jeclahay anigu an-nadiifayni labada nadiifta abaan jeclahay an-nadiifayn waa mafcuulkii yaadaasu kordhaban yahay sababtuna waxa weeye waa musanne jiim waa qaybta saddexaad waa musannihii hoos dhowlaa xasaltu waxaan helay calaa jaa'isatayn laba jaa'isadood baan helay jaa'isatayn waxay ku hoos dhabantahay calaada hoos dhabaysa calaamada hoosaguna waa yaada maxaa yeelay waa musanne ishtaraytuu shaygan waxaan soo siistay bidiinaarayn laba shilin diinaarayn waxa weeye waa majruur baadaa hoos dhabaysa waxa uu ku hoos dhabay waa yaada sababtuna waa musanne haadaa kani kitaabulmudarisayni labadii macalin kitaabkoodii weeye almudarisayni waa musanne wuu hoos dhaban yahay waayo waa mudaafi ileyhi yaaduu ku hoos dhabanya waayo waa musanne qaabalani waxa uu ila kulmay bacda shahrayni laba bilood kadib buu ila kulmay shahrayni waa mudaafi ileyhi waxa uu hoos dhaban yahay yaa baa lagu hoos dhabay sababtuna waxa weye waa musanne astamicu waxaan wax ku dhagaysanayaa bil udunayni labada dhagood baan wax ku maqlayaa bil udunayni waxa weeyaan waxa lagu hoos dhabay ba'da ee calaamada hoosaguna waa yaada sababtu waxa weye waa musanna oo waa laba dhagood katabtu bilqalamayni labadii qalin baan wax ku qoray alqalamayni waa majruur ba'daa lagu hoos dhabay yaada calaamadii ah sababtuna waxa weeye waa musanne shakartu waxaan u mahadnaqay lilkhaadimatayni labadii hablood ee shaqaalaha ahaa ayaan u mahadnaqay khaadimatayni marka way hoos dhaban tahay laamka lagu hoos dhabay calaamada hoosaguna waa yaada sababtuna waxa weeye waa musanne man yashtarii yaa iibsanaya haadaa shaygan bidiinaarayni laba dinaar yaa siisanaya bidiinaarayni waa musanne waxaana lagu hoos dhabay ba'da calaamada hoosaguna waa yaada tadriib waa waxa weeye layris xawil waxaad u bedeshaa almufrada ereyga mufradka ah ilaa musanna musanno ka dhig waqayir waxaad markaa hadalka ka bedeshaa maa yalzamu waxa waajibka in la bedela ay noqonayso kamaa fi lmihaali muxuu yidhi asawbu maradu jadiidun way cusub tahay dabeedna waxaa yidhi asawbaani labada maro jadiidun way cusub jadiidaani way cusubiin dabeedna waa la bedelaya hadda waxbaa laga bedelaya oo sidaanu musanno ku noqon maayaan itniin uxibu waxaan jeclahay alxadiiqata anadiif alxadiiqata uxibu alxadiiqata nadiifatan waxaan jeclahay inay beertu nadiif ahaato aan jeclahay waxaa la dhaha markaa uxibu alxadiiqatayni waxaan jeclahay labada beerood nadiifatayni inay noqdaan yaa la odhanaya talaata ra'aytu albayta waxaan arkay gurigii alqariiba dhowaa haddaad musanno ka dhexsanaysa ra'aytu albaytayni alqariibayn waxaan arkay labadii guri ee dhowaa arbaca ashaqatu baciidatun shaqadu waa dhowr qol oo isku xidhan shaqadu way fog tahay halone ashaqataani baciidataani baa lo dhahay markaa labada shaqo way fog yihiin khamsa alkhaymatu taandhadu jadiidatu way cusub tahay waxaa marka lone alkhaymataani jadiidataani labada taandho way cusub yihiin sita ishtaraytu biriyaalin waxaan soo siistay hal riyaal war waxaad odhan kartaa ishtaraytuhumaa biriyaalayn waad odhan kartaa laba riyaal baan soo siistay oo laba musano ka dhigto ama ishtaraytuhumaa biriyaalin waad odhan kartaa sabca haadihi alqisatu sheekadani qasiiratun waa sheeko gaaban waxaa odhan karaa markaa haadihi alqisataani labada sheeko qasiirataani way gaaban yihiin baa la odhanaya markaa tamaaniya jaa adiflu inankii baa yimid jaa waxay adiflaani baa marka la odhanaya labadii inan baa yimid cashara saafaruu waxay raggii ku safreen bidaa'ira diyaarad bay raaceen waxaa marka la odhanaya haddii musanno laga dhigayo saafara bidaa'irati diyaarad bay ku safreen tacbiiru lmuwajah waa tacbiir ku jahaysan yacni macno gaara tadriib waaxid ogtu mawduucan mawduucu qor bicunwaan cunwaankiisu yahay kayfa uxaafidu sidaan u ilaalinayaa sideedaan u ilaaliyaa calaa nadaafati maskani gurigeyga nadaafadiisa iyo meesha meeshaan deganahay meesha aan deganahay iyo wabeyti gurigeyga nadaafadiisa sidaan u ilaaliyaa ayaad mawduuca ka dhigaysaa meesha aan deganahay gurigeyga tadriibtaani layliska labaad xawil u bedel
الحوار وضا شيكيسي الوالدة كسو أروري في صفحة 228 حاشد الله بقول يستيدي اللباتن إلى نص سردين هذا التحن أو قف قوله وضوه أو السحر يسمى قوله سؤال يتوابوها السو وضفر سؤال يتواب تكتور سيكا قف قوله تحيو أو ساق قبناء كدك مبتدئ واحد كبير عبد وتمرك تسكف رئيسه بما يلوح صوص على مركي يهري سيد أقرنا ما هي هاي مركي وروح أقرنا سؤال هاي هاي هند تريد تناول نريد تناول العشاء الليلة خارج البيت بها هاي ورزول البدر فكرة ممتازة قول إلى أنك عشاء ما نجعل بيته رزول وترفي عن أنا أحب الأكلات السريعة أنتم كتقدك أمان شعره هذا أنا أرى مبايري لكن طعام البيت أفضل فهو لذيذ أنتم يقول يا كون عيسن يا ون عيسن واي واي معانت هاي ونظيف وانا نظيف وصحيح شاكب قوس قوسة أولو يسوي يارسن أو حوار ريلا ووضا شاكي يستيبه هيدا شاكب يعني تحنأ أو قبر أو الضادسن أو يستبص عطا أدو كدك وما هذا النساء أرادوا واحد دونين الأولاد عفرتي بعض دونتي تلك الليلة تهبينك تناول العشاء إنك تسوى عشيان خارج البيت طبعاً اسفوه ده حريد وحورد تدريب تاني اكتب حد قرطا موضوع عن موضوع قر وبعنوان عنوان كيسو يهي النظافة في الإسلام نظافة هالكي كيكيرتو يكارنت إسلام هي دينة إسلام كلها ده هاي تدريب رابع لا يلسك أفراد قارن اسبربردك في فقرة هل تدعو أدوغة التميسو اسبربردك عن الفرق كالدونان تقول لحيسا بين النظافة الخاصة نظافة قفك أقارك سيكير كيسي مردي سيكير قري كيسا إيه حفيز كيسا يو نظافة العامة نظافة القود سيدة مساكيدة سيدة اخترادة سيدة ودوينك سيدة حفيزيدة دولدة نظافة القود إيه دالك أولا إيه تقفك أقارك وحيكوك لدوينهين أعضوك مركع سبر برليك ده نوعه كل الخط إما كان هو قرار لاحظ وفيرسو أكتب واحد قرطا بخط الرقعة خط الرقعة الليلة أما قرار كان إلى رقعة كقر قل واحد إلى هذا نبي محمد صلى الله وسلم عليه إن كنتم هداتهين تحبون الله تضيه هدات إلى هاي تعيشين فاتبعوني أنا يسرع وضضي الصومرة حقيقة قاطة يحببكم الله إلى هبين تعلان طونة هل كتعالك إلى الكويريزان هل كاوي ساوغ الشيء خدك على قرآن تواضعتها ما له لجوب بالنية تكون في جالسنا واضعتها خدك على خدوة قرآن كريم آيات قرآن ويان الإملاء يمكن هو يجلس حذف تاي تانيثي حذف تاد التانيث كده الدجوال جويا المربوطة مارتي جاون يعني تاد حرم منه مفتوح على كلا فرنتاي منه مربوطة على دوبنتاي تاد دوبن أير وقلبها وحلقة دجا مارك قارن لورجا تاء مفتوحة تاء دير أو تاء كلا فرنا أيها الغديقة مروابا لقويا تاء ضايرا قابا مرنا تاء فرنا لورجا رمضا صلو كلا بريا وحقوا هذا تاء ثانية المربوطة تاء ددقة المانتي اي دوبا أما يعني السحرا اي تاء قابا ليلة تصير تاء مفتوحة وحي نغطا تاء فرا أو تاء دير قبل الضميري هدي الضمير اي كهر ريسو اي هذا هدي الضمير ay ka horeeyso oo kelmadii taadu ku jirtay hadii xaq dabad damir ka soo raaco taadi wala kala furaa waalifil musanna alif ka musanna hadu kelmadii taada gaaban ku jirtay hadii alif ka musannaha ee calaamada godaalka ku darto oo yaahi ama yaadiis aad ku tartana taadi gaame taali arba laga dhiga wa tuhdafu qabla alifil jam'i alifta jam'a faa'idisana wa balaga markay ka horeysan wala jaraaba marka wax eegtaa marbuud oo adagtaa tusaawi qabla damir tusaawi taal maftuha taada gaabari waxay lamid noqotaa taa dheer qabla damir hadii damir ka horeyso oo damir xagga dama ka soo galo taal marbuuda qabla alif al jamc wa bal gooya alif al jamc wala goob wala gooyaaba hadaw fiirso udrus walaahid mara oo eeg xaqiibatu soo ma aragtid shandad soo ma aha hadaa damir ku darto taadi taadheer ba laga dhigaya xaqiibatii baad oo samarka shandadaydi maxaa soo galay ya oo damirul mutakallim ba soo gasey sidee taadi imka u qorantay taadheer bay noqotay marka ilaan damir bay qoraysay hadii damirka laga gooyo xaqiibatu ma qasata oo marbuuda taa qaamina qorisa hadii aad lagu soo darna taadheer bay isu bedelaysa xaqiibatii
waxa kamida dabiibatu u fiirso dhaqtarad sawtaal marbuud oo taa gaabana maaha haddaad taa dabiibatuna dhaqtaradayadii haddaad tiraahdana taadi maxay isu bedelaysaa waad arkaysaa taawal maftuuxa samakatun waa kalluun haddaad damiir ku darto imika maxaa kor damiir mutakalim oo naabu ahaa imika imika damiir qaybaa raacay baleg waa wuxuu u bedbedelaya damaarta ku tusaya samakatuha gabadha haddaad gabadha celinayso gabadha kalluunkeed baa la odhanaya marka haddaba maxay taadi isu bedeshay ilaa damiir bay ka horeysaa taawal maftuuxa bay isu bedeshay dajaajatun waa u fiirso digaagad markaas oo odhanaya dajaajatuha digaagadeeda haabaa soo gashay oo damiir qaa'iba oo muannafa mufrada ah dabeedna maxaa loo bedelayaa taadii taawal maftuuxa laga dhigaya sayaaratun baabuur imika alifutneen ba ayaa ka dambeeya alifutneen u fiirso sayaaratun baabuur bay ahayd taawal marbuuda taa gaaban weeye balaad u fiirso sayaaratani laba baabuur maxaa taada ka dambeeya alifkii musanaha dabeedna maxaa laga dhigayaa taadii taawal maftuuxa baa loo rogaya hadday yaadii ka dambaysana waa lamid sayaaratun baabuur sayaaratayni laba baabuur taadii marbuudad ahayd maxaa laga dhigay taawal maftuuxa sababtuna waa maxay yaadii musanaha ayaa kasii dambaysa xadiiqatun u fiirso beer fiira damiirkuu soo celiyey xadiiqatun dabeedna waxa la xadiiqatuhu beertiisii oo damiir qaa'iba ayaa xagga dambe ka raacay dabeedna taawal maftuuxa loo bedelayaa erhad u fiirso imikana muxuu yihi qabla alif iljamci soo maynaa odhan jamcaas waa jamci maanasaalin horta asalkiisuba oo jamc maanasaalin baa wuxuu leeyahay alif wataan masiidatayn ayaa lagu daraa oo marka jamc maanasaalin aad samaynayso mufradkii waxaa ku daraysaa uun alif iyo ta dheeraada haddaba alifkaasi waa alifka jamca maanasaalin asalkiisuba kow marka wuxuu ku yihi faatimatun maxaa loo dhahay markaa faatimaatun dabeedna taadii maxaa loo bedelayaa taa u maftuuxa u fiirso halkee looga bedelay waxaa loo bedelay faatimaatu soo lama odhan mee waa la xatfay oon ujeeda waa la bedelay maaha waa la xatfay maxaa inoo qornaa watuxdafu qabla alif iljamci alifta jamca hadday ka hor dhacdana waaba la gooyaaba taadan dheer waxa wata jamca waxaa alif wataa masjidteyn baa la yhahdaa oo jamca iska leh haddaba tii gaabnayd maaday waa laga tuurayba meesha ilaan jamca aliftii jamcaa soo gashay dabeedna waa la xatfayaaba taadii faatimatun bay ahayd maxaa marka lahi faatimaatun taadii waa laga saaray meesha dabiibatun u fiirsa dhakhtarad taa gaaban baa ku jirta jamca muanasku alif iyo taabuu iska wataa isagu dabeedna waxaa lahay dabiibat dabiibaatun baa la odhanaya la odhan maayo dabiibatun taatun la odhan maayo dabiibataatun lama odhanayo oo laba tood la wada dhigi maayo maxaa laa kii la odhanayaa taada gaaban baa la xadfaya dabiibaatun haddii la deen laha maxay noqon lahayd dabiibataatun saasay noqon lahayd waa laga saaray maxaa dabeedna leeyihi dabiibaatun samakatun u fiirso samakatun waa kalluun xabada samakaatun kalluumo ayaa la yidhi dabeedna taadii baa la tuuraya dajaajatun u fiirso xaba digaaga dajaajaatun digaagadu dabeedna waa laga tuurayaa taada gaaban sayaaratun baabuur sayaaraatun baabuur taada gaaban waa la tuurayaa marka gaar ahaan jamaca maanasu saalim laga dhigo muminatun muminaatun muslimatun muslimaatun qaanitatun qaanitaatun qaa'imatun qaa'imaatun fahaluma jar waa laga taaraa markaasaa waa laga tuuraa jamiilatu mid qurux badan jamiilaatun kuwa qurux badan kabiiratu mid weyn kabiiraatun qaar waaweyn dabeed markaa waa la tuuraa haddaba qiraa'atun xuratun imikana uu akhris madax bannaan weeyaan iqra annasa hadalkan akhri nasku waa hadalkan akhri wa xulla tadribaatii ka shaqee leelisyada ku soo arooray fil beyti guriga kaga soo shaqee litunaaqisha saad ugala doodo ood uga wada hadashaan maca zumalaa'ika saaxiibada fi safi markaas ugu timaadaan safka waxbarashada iskuulka addiinu diinta islaamka ee wanaagsani yadcuu waxay dadka ugu baaqaysaa linadaafati nadaafad bay diintu ku baaqaysaa ina faraysaa inoogu yeedhaysa yacani nadaafadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyne diintu ina farayso iyadoo maanta dadka muslimiinta intooda badani ay ku nool yihiin meelaha ugu nadaafada xun dabeedna wuxuu ihi annadaafatu nadaafada iyo in layska ilaaliyo wixii qurhuna daruura daruuriyatun lama waa lagama maarmaan waa shay aan lama huraana bay tahay nadaafadu fii kulli shayin wax walba in la nadiifiyo wax kastaba waqad xasa wuu dhiirigeliyey way dhiirigeliyey addiinu diintu calaa nadaafati ajsaamina jirkeenna inaanu nadiifino jirka horta wa nadaafati lmaskan halkaynu degan nahayna inaanu nadiifino alladii maskanka iyo guriga maawi ilaahay aynu u hoyno qof waliba halku u hoydo guriga ilaahay si intuu doonaba ha la ekaado guriga inuu weeye inuu yar yahay ma aha
wuxuu ku sameeyay maaha waa in qashin laga waayo gurigu nadiif noqdo aga Soomaali ha noqdo wax ka weyn ha noqdo waa nadiif ahaada wa nadaafatu jismi shirkan afwan wa nadaafatu masjidi diintu waxay ina faraysaa in masaajidka aan nadiifno oo aan wax aalo wax yar oo wasakha ka ilaalino alladhi masaajidka nusalli fiha in ku tukano wa nadaafatu makan diintu waxay ina faraysaa in aan nadiifno meesha الذي نعمل فيه هل كان كشقينا حفيظ هم نقطه بير هم نقطه مال كلها هاتو ماشي نكون شقينا انا نظيف نقطه ونظافه الملابس ان نظيف نقطه دركه التي دركه نرتديها اين حرنها يعني هو نهينا انه نظيف هذا وقد جعل الله له وقد غي النظافه نظافه هي الطهاره الطهاره قادسه طهاره هذه شرعيه وعباده والنظافه هذا شرط شرط بوتهي waa shardi la tatimu aan dhamaystirnaan karin baad ul cibaadati cibaadooyinka qaar kamidhi maba dhamaystirmi karaan illa bihi in nadaafada iyo la helo maartay dahaarada mooyaan illa bihi bi shardi shardiga dahaarada la helo mooyaan fa salatu salata la tuqbalu lama aqbalo yaani qofkiina salaadiisu ma ansaxdo illa bi dahaarati inuu daahir yahay mooyaan qaal lahu ta'ala ilahi wuxuu yiri ya ayuha alladhina aamanu allin nabiku rumayyo idaa qumtu markaad u kacaysaan ila salati salati ay tukanaysaan فغسلوا وجوهكم وجيهدين ميرا وايديكم قعمهين ميرا الى المرافق الى جقلد يحصلد غارسيه ميرغا ومسحوا مريا بيها برؤوسكم مدحين مريا وارجلكم الى لغهين ميرا الى الكعبين كرامها غارسيه ميرغا لغها وان كنتم جنبا حدا جنابا قبطانا فطهروا فطهروا نظيف صد او ميدا او مركا ويسيدكم فيلا ما عليه hadii aydan jinaaba qabin weesaysta uun hadaa laakiin jinaaba qabtaan weesada quri ma anfacayse hadaa jinaaba qabtaan mayda waa laba nadaafadood oo tahara ah oo cibaadana ah nadaafadna marka masaxayo maxay kula duwayn mayda masaxa waxa laga marka ay biyo dareerin la qooyo uun mayduna biyo ka daataan meesha kana rasuul sallallahu alayhi wa sallam rasuulku wuxuu ahaan jiray yahris mid aad ugu dadaala alaanya kuleenu noqdo almuslimu qofka muslimka ahi nadiifan qof nadiifa fi malaabisi darkiisu nadiif yahay wajisadii jirkiisu nadiif yahay wakaana wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yahuthu mid aad u dhiirri geliya cala siwaaka cadaygana aad buu dhiirri gelin jiray inta badan siwaaka waxaa loo isticmaalaa ka geed cadayga la yiraa ee loo isticmaalaa laanahu madharatun ha ومن شروط الصلاه صلاه شروط ادن وحا كلو كميدا طهاره المكان ان ميشو نظيف تحي الذي ميشو نصلي فيها ان كنت كنينا ان نظيف تحي با ايدنا شرطيه صلاه قديده وطهاره الملابس با شرطيه درك انه نظيف يحي الله تي درك مرتديها انو غشن انو هو نحي مركي صلاه تكنينو هلكن كنت كنينا وانا نظيف تحي درك انو خرنا هينا وانا نظيف يحي جيركينا وانا نظيف يحي islaamka ay sawon nadiifa hadana waa in cibaadadii weesadu jirto iyo timayriga kala ahayd ee janaabaduba oo kuwaas waa cibaado oo adigoo tusaalahaan soo maydhay oo saabuun ku soo maydhay oo cadar marsaday oo imanka ka soo baxay xamaamka aad ku soo maydhatay haddaad weesa qabin nadaafadaas oo qoray kuma fila walaba waa tu ka duwan tani waa weesaysataa haddaad hataa maydhato oo aad janaabada ka maydhato niyadii janaabaduna aanad niyoonba mayrigaasi kuma anfacayo kii cibaadada haba maqan waana saan u niyootaa marka nadaafad iyo tahaaro waa laba nadiifood oo haddana kala duwan tan waa cibaad marka maraduna waa nadiif tahay dhulku waa nadiif yahay cibaadadii saa u dhamaystirata salaadu weysadii waa la jirtaa mayrigi kale ee isaguna sharci ahaan wax oo dhan waana jiraan kolkaasaa salaad la geli karaa walaa yumasu lama taaban karo المصحف كتاب مصحف كتاب القران كا الا بطهاره سوقف طاهر مويان هذا بنظافه لمورن بطهاره ودعي كرتا ادو ديدي او ان غورها ميرن او ويسه قبا اون جنابه قبل كتاب قود قادي كرتا لكن ادي قوم ميدي او نظيفه حاجه اسغان لهين ولكن جنابه قبا ما تابن كرتي اما ويسه لابا واسو كلا دوي نظافه ايو هي مارتي هي طهاره لأنه واس كده وين لأنه واس كده وين من دوا عباده من نوع نظافة جود هذا قال الله تعالى إنه القرآن الكريم كتاب هو القرآن آذو شرف بدن
في كتاب مكنون كتاب الإلهي أيك قريه لا يمس لا يمسه لا يمسه مطابا كرا إلا المطهرون تذكر نظيف تام مطابا كرا قالوا كذي يعني قف وحيل العلماء ضبطين بضني يعني قف ويس ما ها جنابي قف كل يوم ما ها حتى ويسقى مو مطابا كرا قف جنابا أنا قمين وما يدن ويس أنا قبه مطابا كرا كتاب مصحف في القرآن كان كان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول قوحه هاجري يحرس ميت كده دارة على يقول المسلم ومسلم كونه نقضه قفه مسلم كي نظيفا قف نظيفة في ملابسه دركيسه نظيفي هاي وجسده جركيسه نظيفي هاي وكان يحرس وحوه ليري قلين شري على سواك عضيقنا انه قفه عضيقه لأنه عضيقه مطارة وحوه ميرا ونظيفية للفم أفو نظيفية يقول صلى الله عليه وسلم نبي وحوه ليري شري السواك عضيقه كارهان عضيقه وجد عضيقه مطارة وحوه نظيفية للفم أفكا مرضات وحرها لجريا للرب إلهي نورها لجريا فقال الله هذا كيد عضيه ونكما كومنئه قودها وإلكه الله عضيه ومارته لنظيفيه ويقول وحر رسول الله أوويري لولا أنا شق على أمتي حدانا كي أبنين إن أمتي ديبه أو على الناس أي نبقو لذاتك إن ديبه لا مرتم وحا انفري لها بس واك عضيه وانفري لها عند كل صلاة مركزوي صلاة جريان إن عضيه ما انفري لها ومحاله وجهي ذا يعني واجب بان كذي لها إما كبو على السفر أو صنع واجب بان كذي لها إن عادي لا عن عن سلالة جري لكن دب كذا الله قف كمر والبع عادي ما هيو ما كان عادي لك جحره إنه عادي أنا هني بالغية ما دب كسو قال لي نحرز الدين تي كم تي رسول صلى الله عليه وسلم عليه وفي حث الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليري جري أنت رسول ليري جري على سواك عادي وليري جري وح كشرة دعوة باق نبي نوسو تشيدني عليه الصلاة والسلام قال إنه أبو يريو للنظافة النظافة سواء واسكمل بالسواك هذه جيد عضي أطفو عضي تجيد عضي وهو سواك قاسي وهو تمشي سيرة الأراك ولا لا سواك جيد عضي جيد عضي عضي اللي قصو قويو أيا سواك لإلى أبو كولي غالبا انت بطن غالبا بطن على هو أما من غيرها أبو كولي أما جيد عضي قبيا اللي قصو قوي قلول بها اللي قصو قوي قلول بها هل قصو قوي عضي أمم أو غيره أو غيره أما وهو من شجرة الأراك أيالا قويا غالبا بمعنى أيالا قصوة شراء قيد عضيقا قصوة شراء سواك أو من غيرها أما قيد كلا أيالا قصوة قويا أو غيرها توفر ساطبه أو غيره لا ستا مروام حي أو غيره أما عضيبا وحانا يحلقوا عضيبا أهدا كي عريقة لفتيس وقيد عريقة لكي سوء قوي وانت بضن بكوي اما قيد كلاب لكي سوء شارك قلال بكريك او غيرها ما وحان عريبا هم بارو برش وكرا ما عريبا ما عريبا او غيره وحان عريبا هين قيد باهي فكل ما وكا فكل ما شيء كستا ويقوم يستاهي كرا مقام السواك هل كو عريبا يستاهي شروع ارنا دي فين كرا مفيد دي فائد ليه اغدا او عريبا ماها وحاكم ذاك استعمال المعاجين دووين ك معاجين ترى هذا قويين إلى لا يمكن هو كون دوادر عريقة وعجين كوا قشة كوا معاجين كأو كري كل محل كل جي كوا سوكر كمدة الطيبة يومكسن أو يجوا عدا يمكن نكون كرا أو بروس كودين وثا في تنظيف الفم أو لقونا دي في أفكا يواصلنا الك هل كوي بيجري كلام كيد عادي يروح كوري أما كيد عادي هنقول أما كيد كلام نقول أبو كوري أما وحنا عادي بقى هين walkii cadi gali kara sab kol geed kaas oo kala baha noqdo muqada afbata wuxuu hadaba suugay cadeeyay adibbo cilmiga caafimaad al hadithu ee usubi anna fi siwaki geedka cadiga waxa ku jira maadatan shayba ku jira mudahiratan nadiifisa ee jirka iyo ilkaha oo to xafidu ilaalisa calaasnaani ilkaha iyo jamaalaha ilkaha quruxdooda geed cadiga waxa la ogaaday geed cadigu nabiguna faraxay salaatu wasalaam hadaba waxa la ogaaday kolki cilmiga casriga ah lagu baaray geed cadiga waxa ku jira maadad shay baa ku jira ilaaliya ilkaha nadaafadooda iyo quruxdooda ayaa laga soo saaray cilmiyan marka waxa garanaysa nabiga kaleey salaatu wasalaam deeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyiisa uu ku socday ayaa ku muuqanaysa marka muxuu yiri waxa la ogaaday in maadada ku jirto
samaysiisa kamid ah waa geed adag ee oo ilkaha ilaalisa oo maartay nadaafadiisana dhawrta qurxiisa ilaalisa aan jaabir ibn abdullah waxa laga wariyay radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhu ilaahay raaliha ka noqday qala wuxuu laataara waxa noo yimid rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam rasuul ka noo yimid faraa wuxuu arkay rajulan nin sha'san nin basaasan oo aan timiisu feednay oo aan isriidaysnayn buu arkay qata farraqa oo ay kala yaaceen shacruhu timihiisa ay kala fogaadeen oo dee raamaysteen oo middo meel u jeedsaday waa timihii ayuu arkay oo timihiisu kala tegeen faqaala wuxuu ihi amaa kaana yajidu miyaanu helay in haadaa ninkani maa yuskinu shacruhu wuxuu timihiisan ku fadhiisiyo timihiisan dabaysho ubadala gaar ahaan markala timuhu jilicsan yihiin dabeysho ay kala wada qaaday eedna afarta beelooja u jeedsaday wax uu ku jiifiyo oo saliidyoodu intuu maryo saaira ama miyaanu haysan oo iska hagaajiyo uu nebigu kuri calayhi salatu slam waruxu timahan ku jiifiyo oo saa ugu yar feero miyuu waayo buri ninkani wara-aa waxaa kaloo arkay rajula nin aakhare kale wa calayhi siyaabun oo dushiisa dhar saaran yahay wasikatun dhar uskagalo buu xidhaa ninku faqaala wuxuu yihi amaa kaana haadaa yajidu waa ninkani miyaanu helayn maa ambiyo yarsilu bihi biyaha uu ku maydho thawbahu maradiisa waa ninkani biyo uu maradan iskaga maydho uska gale miyuu waayay buu nebigu kaana ku yidhi suu nadaafadda ugu dadaali jiray ee u jeclaa inuu qofku nadiif noqdo ninkani maradan biyo iskaga maydhay miyuu waayay buu yihi kakalena wuxuu kuwa wuxuu ku feedho oo timahan ku hagaajiyo miyuu waayay wajaa alislaamu islaamku wuxuu ku soo arooray wuxuu la yimid islaamku wuxuu la yimid bisunan lfitrati waxyaabaha sunnaha ah ee wadada ah ee abuurka ah ee diimuhuba ay wada maaragtay isku raaceen fitra maaragtay diimaha wada waafaqsan wa fiiha fitradaa waxaa ku jira izaalatu zawaa'id aljismi in laiska izaala in meesha laga jaro jirka waxyaabaha dheeraadka waxyaaba dheerada baa jira oo jirka ku yaala alatii taasoo tujamicu qad tujamicu ururisa alaw saaq waxyaabaha wasiqada qofka jirka u qabata waana waxyaaba dheeraada oo layska gooyo oo jirka ku yaala oo nafina aanay ku jirin qaala rasuulu sal ly sl rasuulku wuxuu yidhi khamsu shan arrimood min alfitrati abuurka iyo diinta asalkeedii kamid yihiin yacni waa diintay kamid yihiin alistixdaadu inuu qofku iska xiiro timaha hoose caanada ah inuu iska xiiraa waxay kamid tahay waxay kamid tahay yani diimahay kamid tahay diimuhu way ka midaysan yihin oo waa timahaasi way baxayaan waa dheeraad dabeedna in layska gooyo weeye haddaan la goon wasikh baa ku ururi karta wasikhday u qaban karaan uskaga jirka laga soo maydho iyo dhididka iyo waxyaabo badan iyo boorka hadduu gaadho wax badan bay qabanayaan walkhitaanu gudniinka oo isagana gaar ahaan ragga oo kale haddaan laga goyn diirka iyo haragaa waxa ku hoos urura isagana wasikh isna waa in la gooyo waqasu shaari in shaarubyaha la gaabiyo oo shaarubyaha hadday dheeraadaan xoogu baxaan iyaguna wax badan cuntaday gelayaan way qoyayaan wax kastaa u qabsanayaa dabeedna waxay noqonayaan markaa iyaguna wasikh bay ururinayaan wanatfu libti timaha kinikiisha ka baxana ee hadiisa dhididi qabta ee ku caaraystana iyagana in laga gooyo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu yihi waxay kamid tahay diimaha o dhan baa isku raacsan wa taqriibu aldaafir ee in cadyaha layska guro iyadana uskaga o dhan baa ku hoos urura haddaan la goynin waa nadaafadda si yani islaamku ugu dadaalayo waa dhammaan diimaha o dhan baa isku waafaqsan wa bililtizaami bihaada sunan haddii qofku joogteeyo sunnayaasha aan sheegnay shanta ah yatakhallas wuxuu meesha ka saarayaa alinsaanu qofku min alawsaaqi wasikhdii alatii tajmacuha wasikhda ku ururta qaaliban badanaa tajmacuha ay ururiso haadihi qaaliban inta badan haadihi alajzaa qaybaha ka midka ah min aljismi jirka ee aynu sheegaynay shantihi wasikh badan bay ururiyaan markuu iyaga gooyo ee cadiyaha gooyo wasikhdii baa meesha ka baxaysa aan ururayn markuu caanada xiiro wasikhdii baan ururayn ayaan ururayn markuu shaarubyaha jaro wasikhdii baan ururayn markuu kinaankilada ka gooyo wasikhdii baan ku ururayn wa fiiha waxaa kaloo ku jira goyntooda waxaa ku jira iyo joogtayntooda waqaatun in layska ilaaliyo min bacdi alamraad cudurrada qaar baa laga badbaadayaa markaa alatii cudurrada tusabibuha ay dhaliyaan haadihi alawsaakh wasikhdaa ku ururaysa uskaga halkaa geli lahaa cudurruu sidaa iyo jeermis sidi cudur sidaa ku jira kuwaa waa laga badbaadayaa markaa ilawaa nadiife wa isaalatu
وزارة وحى لبابين يا كره لمسببات الروائح الكريهة كريهة وحيا بطل لي أر أو وناكسني أو أن تكون أر قرمون أه وحد لين يينا أيضا هو ماشى لك سارة وهذه مك أي كوران ما لها أي أسوق كور أسوق جسدو كورها أو أرتيسة إسبدشة كون ماشى بحياة هذا هو الإسلام إسلامه يدعو الناس تتكوح وباقيا إلى أن يحافظوا إن إلى ليان على نظافة الأماكن نظافة أي لهذا مالها التي مالها يعيشون فيها الكنوليين إن نظيف نقضان ونظيف نظافة إلى ليان بإسلام وباقيا كالبيوت قريها كاملة وأماكن السكن قوبها الديقان كأيا كاملة تدكو أي ديقيهين والمساجد مساجدها كاملة وأماكن العمل meelaha shaqada ay ka hayaan dadku xafiisyada iyo meelaha laga shaqeeyo ayaa kamida wadruqaati wadooyinka kamida in la ilaaliyo nadaafadooda faleysa min sihati caafimaadka kamid ma aha waleysa min dhawqi dadanka wanaagsan kamid ma aha wal adabi akhlaaqda wanaagsan kamid ma aha aan turma in lagu tuuro alqumaamatu gudaafada iyo wafadalaatu taam cuntada wixii ka soo haray ee halaagi hanbada fi dariiqi in lagu daadiyo hadii lahayd ma wadada wax aadaabta waafaqsan عافمات كانوا وافقسن دبن كونا لسان يبلع ذا في عن وح وافقسن مدن ما أها البحر ما ذا وح وافقسن ما أها إسلامك وح وافقسن ما أها أو قريبا من المنازل أما إن قدافة لقى صو صاروا قريها إن قري يقول أقدقه ما وافقسنا إيه أنت عن شغنا يدنا ما هي لأن ذلك أنت عسى وح كتر أن لأن في ذلك أنت وح كتر قدافة على دجانا يو أذن دباتها أو كتر تي وحيله للناس الدتك وتلويثا waxa kale oo ku jira wasakhayn la wasakhaynayo lil amaakin lil makan meeshi aladii meeshi ay ciisuna fihi dadku meeshi ku nool yihiin haday gudaafada ku ururiyaan gudaafadaas ay ku qurunto oo ay istul fuusho oo ay ku raagto waxa qurbinaysa oo qurun ka dhalanaya sun muxuu aha goobti la digana sababtu waa maxay gudaafada qoyan marka la dhigo aadaad ay ku dhacdo markaaba jeelis ma ka qirxaya dabana waa lagu korinayaa waa la wadaya waxa noqonaysa meel gudaafada oo dhijaan ah oo maartay kulka xanno dhab ka qaraxo wagadaa ar-rasuul sallallahu alayhi wa sallam rasuulku wuxuu ku baaqay ila izaalati ma in sheegi meesha laga qaado yuudin naasa dadka dhibaya meel dariiqii muddo laga qaado gudaafada ugu horeysa oo caafimaadka ugu khatarsan ee waa sheegi ugu khatarsan caafimaadka dhibaya qaal sallallahu alayhi wa sallam rasuulku wuxuu yiri al-iimaanu iimaanka iyo rumaynta ilaahay بضع وسبعون شعبة ودورية طبات قيبوت فافضلها وحاو أفضل أجر بدن قول لا إله إلا الله وراهد قفك وليه يسوى عقيدي سنو آمسا إلهي مويي إله كرو حق لغو عابدا عالم كن كمجره وادناها وحاو سيية وغو أجرير إماطة الأذاء إن دب لغا قاضو عن طريق وضضة قدافت لغا قاضو تقح لغا قاضو قرارات لغا طورو وحق لبايا ama caafimaadka ama hadii Alla idmo socodka ama wuxuu u dhibaya in laga tuuro wala hayaa hadda wuxuu nabigu wuri xishoodkuna shucbatu waa qayb min iimaan iimaanka kamida walaysa ma aha min adab islaam akhlaaqdi adabta islaamka kamid ma aha an yaqdi inuu ku dhameysto oo ku guto ashaqsu qofku haajatu dantiisa fi dariiqii wadada ku guto haajatu waxa looga jeedaa wadada ku kaajo sharciga islaamka adabta islaamka kamid ma aha وإمك إذا عدا قفل حتى تاغن ونوفر إيسان إنه دريق سلتهاغو ووحيا لها موتنية جهل قدرت المسلمين تا إن سكادة لسلتهاغا سيدي دبوة كرهيو وعقلو كسي دارن إنه دلو كاشو لابد ربادي بارس قدر إياه تاسبح وإيه تاسك إنت إسلام كأقوان تيدي كتور كين أي موتنية أو في ذل أمين لغو كاشا هاركا ألا دي هاركا يجلس فيه الناس أي دتك فريسان يعني إلا هارسدو ووالا نعضل إياه warkam meeshan inaga kharibay muxuu dadka baa isugu imanaya oo harsada inuu qof kaadi la fariisto sharciga kuma jirto waa fil amaakin caam ama goobaha caamka ah oo tusaale ahaan meel dhaqtara oo la isugu imanayo madrasad la isugu imanayo garoonka ummadu isugu imanayso beeraha lagu nasto meelaha goobaha dadku isugu yimaadaan suuqyada seeladaha wax lagu kaleeyo ummadu isugu imanayso inuu qof kaadi la fariista kuma jirto inaga sharciga ba استيعاب تنو واحد وين معنيه اللي فهمه تدريب واحد ليس ككوبات ضع واحد اقتاع علامة الصواب علامة الصحة لك او خطأ اما علامة الخلط كجري ثم صحح الخطأ
ماشي أبغلطي أدو ساسح داودك واحد حف الإسلام إسلام كوحو دير رجلي على نظافة النظافة إلا غشقية في كل شيء وحكست وحكست أوكرا دون مدقارة يمد قود إلا غشقية واسح تاسي الطهارة هذا والطهارة اثنين الطهارة شرط في كل العبادات طهارة وحي شرط وطه عبادة والأو إله لقوع عبادة بقى طهارة وشرطها تاسي وحوية وبعض العبادات عبادوي كقار أيوم ويان لكن سألت أنت كذا بحنيسو إن تسوي سيستها وحبد واجبه معها أو سوى ذي بحنكرتها وحوية ومدمدون صلاة وخلاء كمدة آخر القرآن كمدة طواف كمدة قار بي شرط وطهي قارنا شرط معها ثلاثة طهارة الملابس نركوين نظيفي هاي والمكان ماشي نظيف تهي من شروط الصلاة صلاة شروط يدوى كمد تاسيوها صح وصاسي وطهي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كوحو دير جلي على سواك عاد يقول دير جلي أحيانا مرنك قاركوت يعني وحوية إرعاد يقال عاد رسول كوحو دير جلي أحيانا وين أقول كرتا أحيانا ودعا دي قافو لغوها إما إيه ووقت يدا أو باهم تهي عاد يقلو باهي أما صلاة الجلي أما يلكوها بدلمان أما مارد خمسة يجب وحواجب أن يكون إنه نقضه السواك عضيقه من شجرة الأراك كيت رجت عضيقه إن لقى سوق جويو أيه واجب تاسواق على دواج ما هي وشيء كسر كارنا ديفين كرا أيه الاستعمال كرا ستة السواق من سنة الفترة وحكم ديها عضيقه سنة ياش الدين تورا مسوا فصيحين كمد ماها وينمو سو شيء شن كرا أهائل يسوع لكن سنة سنة سيسة تدريب تالت أحب واحد عفوا أجد كتواب باختصار سكوبا عما يلي واحد صعدة واحد وكبر هذا لا بد يكبر هذا واحد يتابع قريان تاعي واحد لماذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على السواك مهو رسولك أوريه جري عذقة لأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب أفخره نظيفية إله نور ذلك جريء اثنين هات من الفقرة وحكسه قاطع تدعى الأولاء أهرة عبارة هذا الكسه قاطع تعني معنيه دوية هي يجب وواجب أن يكون إنه نقضه مكان العمل ماشي قف كل شقينيو حفيسي سوي حلمتكي نظيفا إنه نقضه معناها هذا الله ملا برا نسي كسه قاطع معنيه سو عين كان قرنه هذا واحد إنه قرنا وإنه صامرني وقد حث الدين على نظافة أجسامنا دين توحي نقول ريد هي قريسي شركة دينه نظيف هذا ونظافة المسكن هل كي ندجنا هي إنه نظيف نقطه الذي ماشي نأوي له إنه هو نظافة المسجد الذي نسلي فيه مساك إنه كنت كنا إنه نظيف نقطه ما هاي نقول حاجة ونظافة المكان الذي نعمل فيه ماشي إنه كش غير إن أنا وأنا نظيف نقطه تصل معنا أرجع كويديني أنا وأرجع أما هو هذا الكلام أكتب واحد أذكر واحد سيكتا من الناس الناس واحد كسو قاطع وهذا الكهر الناس هذا الكهر واحد كسو قاطع أربعة أماكن أفر ميلوت وحتى وليره جريي الإسلام وإسلامكو على نظافة على نظيفيه محاكمة ميلها وحاكمة أجسامنا تركينا كمدا وحاكمة المساكن أما قريها أما بيوتنا قريها يمدقنا هي نظافة المسجد مساكا كمدا نظافة المكان الذي نعمل فيه ماشا نكسر غيرنا نوا كمدا خمسة هاتي واحد كأنت من الناس الناس كواحد كسوة قاطع ما يدل واحد المامية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك إنه حث ديره الجليي على نظافة الثوب مرض إن لا نظيفيه إن رسولك ديره الجليي هذا المامية ناس كسوة قاطع وحكم لها وحنبه نكي كويري أما كان هذا يجد ما أن يغسل به ثوبه وارنكني بيأو استغم إلى مرضى ميو واي ايا كاميدا مخاي ديري جيلن سامركا نظافه ديري جيلن سادركاس ايو ديري جيلنيا تديب تالي ليلس ستحاد اختر واحد دورتا الجواب الصحيح جوابته صحه دورو سيدو دوران كرتا بوضع دائره واحد جليسا غوبو حول الحرف المناسب جوابته مناسبك حرف كهوريا غوبا جلي واحد الفكره الرئيسه في الفقره الاولى و هو كويري تلدا اوو مهمسن يا تدو عوجه الرجال كتير تواحوي ألف نظافة المسكن قرية إلا نظيفيه باشروط الصلاة إلا نظيف صلاة شروط هذا أقوم يمسن جيم النظافة نظافتها
taa u dambaysa taxaysa nadaafada guud ayaa ay ka hadlaysaa fiqrada ama tuduca hore itrin alfikratu araisatu fi lfiqrati thaaniya fikrada ama talada ugu muhiimsan ee ku jirta tuduca labaad waxa weeye alif asiwaaq waa cadiga ba dacwatu linadaafa waa baaqin laysugu baaqiya nadaafada guud ahaan jim isticmaalu almacaajin adibiya dawada ilkaha lagu cadaydo ee maaragta col gaydka ayay fikrada labaad ay dhiiri gelinaysaa markaanba waxa weeye waxaynu qaadanaynaa toodhanaysa nadaafada lagu baaqaya guud ahaan alfikratu ra'iisatu fi lfikrati thaalitha tuduca saddexaadna fikrada ugu muhiimsan ee ku jirta waxa weeye nadaafatu shacr in timaha la nadiifiyo iyo walbadani jirka ba nadaafatu shacri wa thawb maya ee waxa weeye timaha iyo marada in la nadiifiyo jiin maya waxa weeye nadaafatu thawbi walbadan in la nadiifiyo marada iyo jirka waxaanu qaadanaynaa tuduca ee saddexaad waxa weeye ka bilaabma can jaabirin ibnu cabdillaahi ee xadiidka ah labaa lagu sheegay markaa waxaa lagu sheegay nadaafatu shacri wa thawb oo ninna wuxuu yihi wuxuu timahan ku feedho miyuu waaye ninna wuxuu ku yihi wuxuu maradan ku maydho miyuu waaye marka maxaad gooba gelinaysaa waxaad gelinaysaa ba'da nadaafatu shacri wa thawb alfikratu ra'iisatu fi lfikrati araabica tuduca afraad fikrada ugu muhiimsan oo xambaarsan waxa weeye waaxid arawaa'ixu lkariha urta aan udgoonayna qurmuun ayuu xambaarsan yahay ba taqliimu ladaafir wuxuu meel ka hadlayaa oo xambaarsan yahay ugu muhiimsan in cidiyaha la iska guro jim sunan lfitra meel uu xambaarsan yahay sunnayaasha fitrada ah ama aan idhaahno waxyaabaha diinuhuba ay isku raacsan yihiin ee shanta ah taa jiimka ee shanta ah ayaad gelinaysaa oo sunan lfitra ah ayaad goobada gelinaysaa khamsa alfikratu araisatu fi lfikrati alkhaamisa talada ugu muhiimsan ee ku jirtaa tuduca shanaad waxa weeye alif nadaafatu lamaakin in la nadiifiyo goobaha ba nadaafatu ariiq in la nadiifiyo maaragtay wadada jim talwiithu alamaakin wisikhowga ama yani bolutionka ku dhaca amaakinta meelaha la joogo marka waxa ay ka hadlaysay taasi in la nadiifiyo nadaafatu lamaakin bay ka hadlaysay oo muxuu ka mid ahaa kalbuyuut wa amaakin lmasaakin walmasaajid wa amaakin alcamal waduruqaat waxaa markaa ciwaankaasi nan ka hadlayay nadaafada in la ilaaliyo amaakinta ama dhulka anahan goobaha masaajidada oo kale guryaha oo kale goobta shaqada wadooyinka goobaha nadaafada guud sida dhakhtarada iyo wixii lamidka ah iyo guud ahaanba dalka bufaradaad imankana waa ereyo tadrib waaxid haati waxaad keentaa jamca kalimaati taaliya kelmadaha soo socda jamcooda keen mina nasi naska ka soo qaad hadal ka hore ka soo qaad almirfaq jamciisa keen mirfaq waxaa la yidhahdaa shiqilka ama xusulka maraafiq baa lagu jumcinaya marka itiin cudur waa xubin jirka ka mid a acdaa baa lagu jumcinaya talaata ra'su waa madaxa ru'uus baa lagu jumciyaa arbaca thawbun waa maro athwaab baa lagu jumciyaa khamsa almalbas waa dharka la xidho malaabis baa lagu jumciyaa sita rijlun waa lug arjulun baa lagu jumciyaa khamsa wajhun waa wejhi oo wujuuh ayaa lagu jumciyaa tamaaniya sabca waa wejhun wujuuh tamaaniya waa shardu waa shardiga waxa lagu xidho shuruud baa lagu jumciyaa tisca sinun waa iliga waxaa lagu jumciyaa asnaan cashara yadun waa gacan aydin baa lagu jumciyaa tadriibtaani waa layliska labaad imlaa buuxi alfaraaqa meesha maran waxaad ku buuxisaa bilkelimati almunaasiba kelmadda ku habboon min annasi hadalkaad ka soo qaadaysaa hore marka waxaa halkaa kugu qoran ashaarib shaaribtanaa kugu qoran oo shaaribyaha ah waxaad marka odhanaysaa qasu shaarib gaabinta maaragtay la gaabiya shaaribyaha kariim baa halkaa tinin kariim baa kugu qoran waxaad soo qaadaysaa maxay qur'aanun kariim qur'aan sharaf badan halkan maxaa kugu qoran lirabbi baa kugu qoran ilaahay waxaad soo qaadanaysaa ereygii ahaa mardaatun lirabbi ilaahay baa raali gelisaa zawaa'id baa kugu qoran dheeraad waxyaaba dheeraada waxaa markaa odhanaysaa zawaa'idu ljism waxyaabaha dheeraadka ee jirka ka baxa sida shaarubyaha iyo cidiyaha iyo timaha kirinkalada ka baxa iyo kuwii aanu soo marnay khamsa taqliim baa halkaa kugu qoran taqliimu ladaafir guritaanka cidiyaha odhanaysaa markaa halkan waxaa ku qoran fadalaad waxyaabaha dheeraadkaa fadalaatu dacaar
dadka oranaysa cuntada waxa ka soo hara ee haraaga ee hambada ama diir la tuuray ha noqdo ama hamba hadhaha ha noqdo fadalaato marka la oranaya sadiirka muuska iyo waxa la midka ee sabca imaata marka ku qoran in laga qaado waa imaatatul ada dariiqa in laga qaado marka ku soo dareysa kitaab baa halka ku qoran ee halka maxaa ku qoran kitaab baa ku qoran marka aray ka soo qaad yacni kitaab كتاب المدرسين أو كذا مدرسين المدرسين أيام صامرين كتاب كي لبضه معلين أو كذا هذا واحد نطف باكو قرن إن لا تشره ولا رتشيو والنطف شعر الإبت أو كذا أما النطف الإبت بس هذا لقرا كلن كل شا تما خب حقول جويو وأنا حيرن إذا صار لقبته لا رتشيو نطف باليه للفم يالك أكو قرن هذا كأو نزلك مظهرة للفم أفخر نديف يا عظيم مظهرة سوق قادسة هذا نتدريب تاريخ وحويز لايس كسدحات ابحث بعض عن الكلمات الرياضة التالية تسوس عضة في معجم قاموس كبار عربين أف عربي لا كقرن وسجل واحد لأن قرتها معانيها معانها أو خوش يقو أذوق مال فقر معامرك أكو قرن الطهارة أيات بارسة معانيها هذا الشيء مكنون لقري واحد سيكتا قاموس كبار لأن معانيه سقر تفرق ويعني أوكل تجي وهم كان قرتها إذا قاموس كأكتو فرق بعد كي يجي سه مدل بعد كي يجي سنو خوش يجي طبعا إذن معنيه تقر زوائد أيالك أكو قرن وزمع زائدة زوائد وما كلامنا يا طبعا بعد معنيه سقاموس وخوش يقر هل كأ الأوساخ بقى قرن الأوساخ بعد معنيه ده نقر يحافظون مالك أكو قرن أنت أتباردو يعني حافظ بعد كباري ما كتباردو تهشو معنيه تقر ولا على مستوى وبالله التوفيق.